في ايه؟ لا عادي، كنت هقولك اني عذرتك في كل اللي عملتيه معايا الفترة اللي فاتت. حسيت بالغيرة والغل اللي كنت شايلهم لي بسبب معاملة مريم ليا. عرفت ان عدم وجود امك في حياتك لفترة ممكن يعمل فيكي ايه ويحسسك بايه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ كل الموضوع انك كنت سايباني في اهم يوم في حياتي عشان تقضي ويك اند في الجونة. انا مكنتش واخدة بالي تصدقي لحد ما اتقالت لي في وشي. ام زياد قالت لك كده؟ اه قالت لي كده، وقالت لي ان الكلام ده ما فيهوش حاجه تزعل، طبيعي يعني. واحده قدامها تبقى مع بنتها يومين حلوين ولا مع البنت اللي بتعطف عليها؟ هتختار مين يعني؟ انا بعطف عليكي؟ انت بنتي. بلا بنتك بلا الكلام ده بقى، انا كنت مجرد استبني ليكي لحد ما بنتك الحقيقيه رجعت لك. كتر خيرك، أنا ماشية. راح فين؟ ده بيتك. أنا لا ليا مكان هنا ولا ليا مكان في حياة زياد. أنا مكاني في بيت أمي وهرجع له دلوقتي. على فكرة أنا مش زعلانة يا مريم، أنت هتفضلي زي أمي برضو. زي أمي؟ آه زي أمي. وتمر رغم كل اللي عملته معايا هتفضل زي أختي. بس أنا مش هقعد هنا، مش هقعد ثانية بعد اللي شفته. مريم أنا على قد الحلو اللي شفته منك في حياتي، على قد ما تقهرت بسببك وبسبب تمارا. مريم أنا لو في إيدي أختار إني عمري ما كنت عرفتك ولا قابلتك كنت عملت كده. على الأقل كنت هبقى راضية بعيشتي وعيشة أهلي. شوهتوني وكسرتوا نفسي كسرة مش هنساها عمري كله. حتى دلوقتي اللي هبقى محصلة العيشة دي ولا دي. انتي لو كنتي بنتي وبتخافي عليا كنتي رديتي عليها، كنتي وقفتي عند حدها، كنتي دفعتي عن امك. اللي حصل اني اتوجعت معرفتش ارد. انا هطلع الم حاجتي وامشي. يوسف بقالك مدة مش بتتابع معايا.